صباح القشطة. ايه انتوا بتسهروا بالليل وبتناموا بالنهار؟ هنعمل ايه؟ مش لازم نحرسكم ونخلي بالنا منكم؟ شغلنا كده. حقا تمام زي البوليس. بوليس؟ ايه مالك؟ بتعمل كده ليه؟ اصل ابن حميدو ما يقدرش يسمع كلمة البوليس دي ابدا. ليه ابن حميدو؟ اصل احنا بصراحة تجار مخدرات. يا خبر اسود، تجار مخدرات؟ ايوه، اكبر اتنين مهربين في السويس احنا. يا ولاد الايه؟ ولا باين عليكم. ما هي دي الحداقه. اعملوا معروف انا بخاف من الحاجات دي قوي. اوعوا تعملوا حاجه لحسن ابلغ عنكم البوليس. بوليس؟ ما قلنا بلاش سيره البوليس دي. معلش يا ابن حميد. ايوه سيبونا من السيره دي، قومي بيا ننزل البحر. احسن فكره. وانتوا تنزلوا معانا. ايوه بس انا معرفش اعوم. اعلمك. وما عندناش مايوهات. نجيب لكم. تجار مخدرات، الله يخرب بيتك. امال عايزني اقول لهم ايه يعني؟ بنشتغل في الفونتانا. والله انا خايف يكونوا شكوا فينا. امال انا قلت لهم احنا ليه مهربين؟ علشان لو كانوا شافوك لما رحت ورا لاتانيا امبارح اشيل عنهم فكره البوليس دي خالص. خد البسه بسرعه. انا مش مستريح ابدا للجماعه دول. مفيش ابدا مهرب يقولوا على نفسه مهرب لناس ما يعرفهمش. كمان ابتديت اتوحش، دول مش شكل صيادين ابدا. دلوقتي نتاكد من كل حاجه، بس خليهم معاكم في البحر على قد ما تقدروا. يلا شوفوا شغلكم. ابن حميدو. غلطت، جبت لك المايو بتاعي. مباحث المباحث. الله يرحمنا. قبل ما يرحمنا نخلص عليهم. بلاش كلام فارغ. البوليس ضروري عارف انهم معانا هنا، ومش بعيد يكون في حد غيرهم بيراقبنا. لو قتلناهم هيعلقونا كلنا في المشنقه. امال هنعمل ايه؟ نهرب ونلف بجلدنا. نهرب ازاي؟ احنا دافعين 5000 جنيه امبارح، والبضاعه مش هنستلمها الا بكره. نضيع شهر العمر كله في شربه ميه ونرجع للفقر من تاني؟ هم نسينا ما يقفشونا وناخد 25 سنه؟ هم مش ممكن يقبضوا علينا الا بعد ما نستلم البضاعه. هيقبضوا علينا من غيرها ليه؟ يتهمونا بايه؟ اسمع، رجعها مطرحها زي ما كانت تمام، وانت افضل هنا راقب له الطريق، وانا هدخل عليهم بطريقه تانية. استنيني في الخيمه انت ومريز. مريز تعال. ايه مالك؟ سلامتك. اصله ما بيعرفش يعوم وشارب ميه كتير من البحر. طب تعال استريح، انا حتى عاوز اتكلم معاكم في حكايه. خير؟ تعال استريحوا الاول.
اهلا وسهلا حمام العافيه. الله يعافيك خوفيا. بقى صلوا بينا على النبي. اللهم صل عليه. وهلا هلا على الجد. والجد هلا هلا عليه. لتانيا قالت لي انكم بتوع حشيش. ونعم الاخلاق الكريمه. وانا كمان بتاع حشيش. ونعم السجايا القويمه. والايد لوحدها ما تسقفش. قفش. ويا بخت من نفع واستنفع. انفع. بس احب اتاكد الاول. اكد. تعرف في اصناف الحشيش؟ ايه اللي ما اعرفش كويسه دي؟ طب ايه اخر اصناف نزلت السوق؟ اقول لك يا سيدي، في صنف اسمه موعد مع السعاده، لكن ايه؟ ملبن، حاجه على كيفك قوي. وفي صنف تاني ممشيش عندنا، سوق واقف خالص. اسمه ايه؟ جمعيه المنتفعين. حلو قوي. لا ابنكار صحيح. لتانيا كانت قالت لي ان نقط الحدود عارفينكم ومش بيفتشوكم، وانا عندي شويه كوكايين عاوزكم توصلوهم لغايه مصر. تاخدوا مني كام؟ احنا مش بتوع فلوس، احنا ناخد 10%. لا 10% كتير. احنا هنفصل مش عاوزين. ما يبقاش طبعك حامي كده. خلاص 10%. البضاعه هتكون جاهزه يوم الخميس الساعه 4 بعد الظهر. وهتسلموها لنا فين؟ لا يا حدق، واحده واحده، كل شيء هتعرفه في اوانه. اما اروح انا اوضب شغل. شايف حدائق محسوبك؟ اهم طب يا عم زي الجرادل. انا كان لازم يرقوني لواء. لواء. يلا بقى يا عم، الساعه بقت 11. طيب يا بنت، اما اشرب فنجان القهوه. يسيب الشغل اللي في ايده ويجيبه معاه. اهو كفايه حسن عندهم، ولا عايزنا اتجوز غيابي؟ حاضر. وما تنساش تجيب الشربات، فاهم؟ حاضر. وابن حميده قبل الشربات، فاهم؟ حاضر. انت مش قلت انك هتسلم لنا البضاعة الساعة 4؟ ايوه. طب دلوقتي الساعة 11. البضاعة وصلتنا بدري. ايه اللي يخلينا نستنى للساعة 4؟ الشغلانة دي تحب السرعة. انا هروح معاهم وقبل المغرب هكون رجعت بالفلوس. جود لك. يلا بينا. يلا بينا يا فندم. مع السلامة. يلا حسن اطلع يا ابن حميد. والله اطلع. والله تخبي لك الصندوق بحاجه احسن. تخبي مين يا عم، احنا شغلنا على المكشوف. اطلع اطلع، خليه على الله. الصندوق ده فيه ايه؟ سمك. ايه؟ عاوز تفتشه كمان؟ اتفضل فتش. والله عال ما تفتشني احسن. كمون؟ كمون ازاي؟ امال كنت عاوز يبقى فيها ايه؟ كمون علشان السمك المقلي. في مانع؟ اقدر اطلع شاويش؟ اتفضل. تشاو. ايه يا حسن؟ طلع استنتاجك مظبوط؟ ايوه يا فندم. من ساعة ما لقيت الجواب متطبق عرفت انهم فتشوا هدومنا واحنا بنعوم، وعرفوا اننا بوليس. وحكاية النهارده برضه زي ما بلغتنا ان قصدهم يبعدوكم عن عملية التهريب الأصلية؟ مفيش تفسير غير كده يا فندم، وأنا متأكد إن بقية العصابة بيستعدوا دلوقتي لاستلام البضاعة وتهريبها.
انا معتمد على الله وعليكم يا حسن، انما المهم لحد دلوقتي لسه ما عرفناش بطن الزير دي تبقى فين. على العموم هتلاقي القوه في انتظارك في المكان اللي اتفقنا عليه. مع السلامه. ألف مبروك يا عريسنا. الله يبارك فيك يا أستاذ. والله أنا لو كنت بعرف أزغرك كنت زغرت لك أنا. الله، دول هدوا المعسكر. أنا كنت متأكد. وفكرك راحوا فين؟ الخيام مهدوده، ولا في اثر لا الحسن ولا ابن حميده ولا اي انسان قد يكون. يخرب بيتي، راحوا فين؟ يكونوش الخواجات اتلموا عليهم؟ ما تخلصونا احنا بقى، ده ايه ده؟